الترتيب بتاعها مثلا في رينج 100 110 او اقل من كده، بس تلاقي واي كومبليكس خلاص وريجولر، ومفيش طبعا بي ويف، البي ويف مش هتبان هنا خلاص. فبس هتلاقي ايه واي كومبليكس بس ايه في نورمال هارت ريت على 100 على 90، ممكن اقل شوية ممكن 110، وما تلاقيش بي ويف خلاص. يبقى ده ايه جانكشنال ريزم خلاص. طيب دي باختصار كده انواع الاريزمياز اللي موجوده. برضو ان جنرال كده معلومات برضو عن الاريزمياز بنتعامل معاها ازاي، بناء على حاجه من حاجتين، العيان ستيبل ولا مش ستيبل خلاص. ده بالنسبه للتاكي اريزم، لو العين ستيبل او مش ستيبل، ده بنا ستيبل ومش ستيبل ده اللي هو ايه يعني عيان ضغطه كويس خلاص، ضغطه طبيعي ولا ضغطه قليل، ده اللي احنا بنفرق بيه، يعني عيان ضغطه نورمال ولا عيان هايبوتنسيف شوكد خلاص، او اذر سيمتومز، عيان جاي مثلا تاكي كارديا بس عنده تشيست بين سيفير تشيست او عنده بالمونري اديما، ها ده برضو ممكن يخش تبع الانستيبل. فاي انستيبل اريزميا علاجها ايه؟ ان احنا نديله دي سي شوك اللي هي ايه دايركت كارديو فيرجن خلاص، بجهاز الدي سي نديله كهربا بحيث ان الكهربا دي ايه تسابريس الفوكس اللي عامله الاريزمي، فتروح الساينس نود راجعه شغاله تاني خلاص. فدي فكره الكهرباء الدي سي شوك، ولازم تبقى سينكرونايزد. يعني ايه سينكرونايزد خلاص؟ يعني سينكرونايزد مع ايه الار كومبلكس خلاص، الكهرباء اللي انت بتديها دي سنكرونايز مع الار كومبلكس. ليه؟ لان الار بتمثل الكيورس كومبلكس، بيقولنا بتمثل ايه فتره ايه الديبولاريزيشن بتاع الفنتريك، فالفتره دي مهما اديك كهرباء مش هيحصل ايه استيميوليشن، يعني مش هيحصل استيميوليشن للماسل فايبرز، بنسميها ريفراكتوري بيريد في الاكشن بوتنشال. فعشان كده بيبقى اسمه سينكرونايزد، سينكرونايزد دي سي شوك خلاص. طيب لو ده ايه انستيبل خلاص، لو ستيبل تاكي كارديا بنبدا نتعامل معها ايه فارماكولوجيكال، يعني بندي ادويه ميديكيشنز، كل نوع بقى على حسبه، والميديكيشن كتير قوي وانتوا برضو ايه مش مطالبين قوي بالتفاصيل بتاع الجزئية دي، انما تبقوا فاهمين بس ان لو انت شفت عيان جايب تاكيكارديا خلاص واتيفر بقى نارو كومبليكس واي كومبليكس وان ستيبل ضغطه واقع في بالمونري اديما سيفير شيست بين، يبقى انت فاهم ان العيان ده محتاج ياخد دايركت كارديو فيرجن دلوقتي على طول، تروح نادي على الدكتور، جاري على الدكتور، تعالى الحق عندنا عيان تاكي كارديا وانستيبل اريزميا وانستيبل انستيبل اريزميا، فده لازم ياخد دي سي شوك على طول. طيب لو هو ستيبل يبقى ايه هناخد نفسنا ونبدا ناخد ميديكيشنز خلاص، نفعت نفعت ما نفعتش ايه ممكن ياخد دي سي براحتنا إلكتف. طيب لو هو فينتريكولار فيبريليشن ده ارست، ده كاردياك ارست، ده برضو انستيبل، فلازم ياخد دايركت دي سي دي سي، وهنا مش لازم يبقى سنكرونايزد لان مفيش ايه مفيش اصلا فينتريكولار كومبلكس، مفيش ار ويف اصلا تمام. ده بالنسبه للفنتريكولار فيبريليشن، نفس الكلام لو فنتريكولار تاكيكارديا بس بالسلس، ما هو برضو الارست ممكن يكون فنتريكولار تاكيكارديا بس مفيش بالس، بنسميها ايه بالسلس فنتريكولار تاكيكارديا
او اللي احنا قلنا عليها قبل كده الايه الفنتريكولار تاكارد اللي هي ايه تورسات دوبوا. خلاص كل دول ممكن تديهم دي سي شوك، مش لازم يبقى ايه سينكرونايز. الهارت بلوك، الهارت بلوك بنتعامل معاه ازاي؟ بنتعامل معاه طبعا في الناحيتين سواء التاكي او البريدي، لازم نعالج الاندرلاين كوز، يعني سبب المشكله اللي عامله كده بنعالجها، سواء بقى الكترويد ديستربنس، سواء فوليوم ديبليشن، سواء سايروتوكسيكوزيس او هايبوثايروديزم، او يعني حسب الاندرلاين كوز شود بي تريتد. انما الاميديك اكشن لو هو كومبليت هارت بلوك بيحتاج بنبدا فارماكولوجيكال تريتمنت، بندي اتروبين 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 لغايه 3 مللي جرام، مفيش ريسبونس مده، ممكن نعلق دوبامين او ادرينالين اللي هما بيعملوا بيتا ستيميوليشن يزودوا الهارت ريت، و فاينالي بنحط ايه بيس ميكر. ايه البيس ميكر؟ اللي هو يعني حاجه تعمل تخلي القلب كونتراكت، حاجه خارجيه تخلي الايه القلب كونتراكت، ودي يا اما من بره ترانس كوتينيانس، ودي طبعا بينفول لان انت كأنك بتكهرب العيان، يعني بتحط بادل كده على صدره من بره ويبقى متوصل لجهاز الدي سي شوك، و بتدي هارت ريت انت على 70-80 مثلا، بس دي طبعا بينفول انت كأنك بتكهرب العيان، لازم العيان يبقى سيديتد واخد تخدير عشان ما يحسش بيه. والطريقه الغالبه اللي احنا بنعملها اللي هي ترانس فينوس، يعني ندخل ترانس فينوس يا اما من الفيمورال فين، يا اما من الجاجولار فين، يا اما من السبكليفيان، ندخل ايه ليد بيسميكر في الرايت فينتركل و تيمبر بيسميكر لغايه اما سواء بقى يحط بيرمننت بيسميكر او نحل الاندرلاين كوز. ده كده محاضرة سريعة عن الاريزمياز ان بريف، واللي انت المفروض تبقى عارفه، وان انت بعد ما قلنا النوليدج ان انت تترجم المعرفة اللي انت عرفتها دي، وبعدين ايه اهم حاجة الكوميونيكيشن، مهم جدا يا جماعة الكوميونيكيشن، وده مش هيجي الا بعد النوليدج. ان انت لو معرفتش ايه اللي قدامك ده وما فهمتش ايه اللي قدامك ده مش هتهتم له. ما ممكن تشوف عيان هارت ريت بتاعه 200 ووايد كومبلكس وانت ما تعرفش ان دي فينتريكولار تاكي كارديا، فمش هتهتم للموضوع، مش هتفهم ان دي حاجه خطيره. انما لو انت عارف وفاهم هتقوم على طول تتحرك تجري تنادي الدكتور اللي معاك عشان يبدا ياخد immediate action. آسف على الإطالة، وأتمنى يكون الموضوع بسط معكم. بسم الله الرحمن الرحيم.